أستاذ سعدي، ممكن نبدأ؟ أبدأ. طيب، بسم الله. أولاً أرحب بكم جميعاً في الجلسة 19 للمجلس الثقافي. هذه الجلسة ستكون باللغة العربية. يشرفني اليوم أن يكون معنا ضيف كبير وقدير علينا جميعاً، وهو أحد أعلام الفن العراقي والفن العربي والفن العالمي أيضاً، الأستاذ الكبير سعدي الكعبي. ولكن لتقديم ضيفنا اليوم ستكون معنا الأخت غدير صاحول، وهي تكلمنا الآن من بوسطن. والأخت غدير صاحول هي طالبة ماجستير في جامعة برات بنيويورك، حيث تدرس ماجستير في الإدارة الفنية والثقافة، وهي أيضا مهتمة بتاريخ الفن السعودي والمنطقة، وساعدتني كثير كثير، مشكورة، في ترتيب شرائح المحاضرة التي سترونها اليوم. تفضلي أخت غدير. شكرا سلطان على تقديمك لي. مرحبا جميعا، شكرا لانضمامكم لنا اليوم في المجلس. أنا جدا سعيدة بإني أقدم الفنان القدير العراقي سعدي الكعبي. الفنان سعدي الكعبي من مواليد النجف بالعراق، ولد عام 1937، درس في معهد الفنون الجميلة في بغداد على يد الكثير من الفنانين العراقيين المهمين مثل الفنان جواد سليم. بعد ما تخرج الفنان سعدي الكعبي أصبح مدرس فنون في العراق، ومن ثم اتجه إلى المملكة العربية السعودية بلدي لتدريس الفنون في أول معهد فني للتربية الفنية بالرياض. تتلمذ على يد الأستاذ سعدي الكعبي الكثير من فنانين السعوديين المعروفين، عدداً لا حصراً الدكتور محمد الرصيص، الفنان علي الرزيزاء. بعد ما أنهى فترة إقامته في السعودية، عرض الكثير من أعماله في معارض مشتركة وفردية في العالم العربي وفي عواصم عالمية مهمة مثل باريس وبراغ وستوكهولم. الفنان سعدي الكعبي كرم على المستوى المحلي والعالمي، أعماله حالياً تعرض في متاحف عالمية مثل براغ، ستوكهولم، نيودلهي، وأيضاً العراق. شارك الفنان سعدي الكعبي في الكثير من المعارض الدولية والبيانيلز على المستوى المحلي والعالمي أيضاً. شغل الفنان سعدي الكعبي العديد من المناصب الإدارية الثقافية، عدداً لا حصراً مرة أخرى كان مدير للثقافة الفنية في وزارة الثقافة، كان مؤسس ورئيس نادي التشكيليين العراقيين، وكان أيضاً عضو لجنة تحكيم في بيانالي دكة، وعضو لجنة تحكيم في بيانالي طهران. أستاذ سعدي الكعبي تفضل. أهلا وسهلا، شكرا يا أخت غدير. أستاذ سعدي، تسمح لي أشارك بالشرائح عشان نبدأ؟ تفضل. شكرا أستاذ سعدي. أولاً نحن اليوم مجلسنا متأخر علشان حضرتك بكاليفورنيا، فصار عندك الظهر، كنت أقول لك صباح الخير لكن هسه صار الظهر عندك، فشكرا لك على وقتك. أستاذ سعدي، راح ناخذ جولة في حياتك العطرة ما شاء الله ومسيرتك العطرة الفنية، فراح أبدأ بالشريحة الأولى. شايفين أنتم صور كلكم؟ بس رفع يد. نعم أستاذ سعدي، الصورة الأولى اللي أحب أسألك عنها والفترة الأولى هي فترة الدراسة طويل العمر، أيام العراق، أيام بغداد، أيام معهد الفنون بغداد. ممكن تحكي لنا عن هذه الفترة طويل العمر؟ معهد الفنون الجميلة هو المعهد الوحيد كان في وقته يدرس الفنون، الرسم والنحت والخزف، وكذلك المسرح والموسيقى والنحت، أشياء فنية معظمها في معهد الفنون الجميلة. وهذه الصورة الفوتوغرافية فيها الفنان الكبير فائق حسن أستاذنا، وبجانبه فرج الأستاذ فرج عبو، وبجانبه الأستاذ حميد المحال، ومجموعة من الطلبة الذين الآن هم يعني من قضى نحبه ومن هم من ينتظر، لأنه طويل الشغلة. فمن الذكريات الحلوة، وهذا المكان كانوا يجتمعون به المدرسين، يعني يريد يرتاح، يريد يطلع بالشمس، يريد يلتقي بأحد. بهذا المكان تجد حواراتهم ولقاءاتهم،
حاولت يعني أنا وآخرين نستفاد من الحوارات الفنية اللي كانت تحدث في هذا المكان بالذات. أستاذ سعدي، حضرتك بالصورة هذه على اليمين أتوقع الشخص اللي جالس لابس نظارة شمسية إلى أسفل الصورة؟ لا أنا فوقه. بين أي نعم. أي واحد طال عمرك نظارة شمسية؟ أنا ما عندي نظارة كنت. من جهة اليسار بالوسط أصير فوق الأستاذ حميد المحل وتحت إيه؟ آني وتحت في نظارات. إيه جميل. إيه. كنت جميل شوية. ما شاء الله عليك لا زلت طويل العمر وسيم، طول في عمرك. أستاذ سعدي، من فضلك، كان مدرسينك كانوا اثنين من عمالقة الفن العربي، جواد سليم وفايق حسن، ممكن تحكي لنا عن فلسفة تدريسهم، أسلوب تدريسهم، ما هي الأفكار التي حاولوا هؤلاء العمالقة بأن يوصلوها لكم؟ والله أما بالنسبة إلى الفنان الكبير جواد سليم فهو فنان مثابر وله باع في الحركة التشكيلية العراقية وتأثير كبير، لأنه كان فلسفته هو البحث عن الهوية الفنية أي المدرسة الفنية العراقية، وهذا الحوار أنا كنت أسمعه من عندهم في هذا المكان اللي ذكرته، هو أنه يجب أن تطلع بعض المفردات في أعمال الفنانين مستقبلاً والآن. هي الحقيقة لا يمكن أن تأمر شخص وتقول له أرسم كذا وكذا، لا، لكن هي مجرد خزين يدخل في داخل الفنان أو الطالب بالذات وتخرج مستقبلاً بموروث حضاري، مفردات تطلع في عمله. نعم نعم. أما فايق حسن مرة في حوار معي لما تكلمت معاك بأن المدارس الفنية عبء على الفنان، ممكن تشرح هذه الفكرة طويل العمر؟ والله المدارس الفنية معظمها أطلقوها على الفنانين هي الصحفيين، وبعض المدارس أطلقوا على نفسهم هم هذه التسميات، لكن كأسلوب في ذاك الوقت كان حافز للعمل وحافز لتجمعاتهم ولحركتهم ونشاطهم. الآن توسعت العملية أكثر مما نتصور، فلا يمكن أن يتقيد الإنسان في مدرسة، هذه المدرسة يرسم بعدين لأنه هي بها مقاييس وحدود وألوان وأشكال وأفكار أيضا. يعني بالنسبة إلى المدارس هي فعلا قيود تكون للفنان يجب أن يتجاوزها. وسنة 2010 كانت محاضرة في باريس ذكر بها أنه العودة للوحة، وكل فنان يجب أن يكون له أسلوبه الخاص يعني خارج نطاق هذه المدارس. وفعلا يعني المدارس هي عبارة عن بيوت أو مداخل يحصر نفس الإنسان بها، وأنا أشوف أنه الحرية من كل شيء هو أفضل للفنان. شكرا طويل العمر. نتجه الآن إلى مجموعة من الصور تبين السيد الأستاذ سعدي الكعبي في معهد الفنون الجميلة، ولكن من بين أعماله من ضمنها أعمال رسم وأيضا أعمال نحت. أستاذ سعدي، هذه الأعمال من البدايات، هل تخبرنا عن يعني استلهام فكرة هذا النوع من العمل التجريدي؟ هل هو كان من عندك أو هل هو كان مدرس؟ يعني ممكن تخبرنا عن من وين جبت هاي الأفكار التجريدية في سنة 60؟ هذه بالحقيقة أنا أخطأت في التواريخ. قسم من الأعمال كانت رسمتها في المملكة العربية السعودية من كنت مدرس هناك. نعم. نحت لا قبله. وفي صورتين وفي الوسط التماثيل. هذه التماثيل من الخشب. هي الفنان رغب تاني يجرب. يدخل في كل شيء. حتى في يصلح أي شيء بالبيت. يعني ما يكون يعني متقوقع. فاللوحة اللي معها أعمال على الجهة اليمين هذه لوحة صورة أكثر يعني حوالي بالستينات، نهاية الستينات. نعم.
وقسم من الأعمال اشتغلتها في السعودية في المملكة العربية السعودية. نعم، سنتحدث بعد قليل عن المملكة العربية السعودية، ولكن الآن أريد أن أشارك هذه الصورة، وهي صورة مع نخبة من أساتذة الكبار في المعهد الفنون الجميلة في العراق، ومن ضمنهم أيضا كان طالب والآن أصبح فنان كبير حسن المسعودي. هل ممكن تخبرنا عن هاي التجمعات طويل العمر اللي كانت بالستينات تصير بالعراق؟ هذه صورة استقطناها في ثانوية الديوان النجف، وكنت طلب مني أن بالصيف أعمل دورة في الرسم، ودول جزء بعض من تلاميذ الدورة هم مدرسين وهواة للعملية الفنية، وكان بينهم طالب اسمه حسن المسعودي، كان طالب لكن موهوب، وهو الآن من المشهورين بالوطن العربي وفي باريس أيضا. هو في أقصى الصورة على اليسار، صحيح طويل العمر؟ هو لا، هو لابس ربطة، أنا لابس ربطة، هو لابس ربطة، هو على جهة اليمين ثاني واحد، هو أجي على جهة اليسار. يسار، أيوة، ما شاء الله، لابس البدلة. نعم نعم، جميل لابس جميل، بدلة وربطة. ما شاء الله، الأستاذ والطالب كاشخين مثل ما نحن نقول. طويل العمر، نتجه الآن إلى فترة تكلمت عنها قبل قليل، وهي فترة السعودية. أولاً أحب أسألك وتسلم عليك الدكتورة ندى شبوط، وحكت أسأل أكثر عن السعودية، فأحب أسألك طويل العمر عن مرحلة السعودية. ممكن تخبرنا عن كيفية الذهاب إلى السعودية؟ حضرتك فنان شاب في العراق، كيف اتجهت إلى السعودية للتدريس لعدة سنين ودرست نخبة من الفنانين الكبار، الآن أصبحوا فنانين كبار طبعاً، بس كيف الطريق من بغداد إلى الرياض؟ في الحقيقة قدمت، كان طلب من السعودية إلى الحكومة العراقية استضافة فنانين، استضافة مدرسين وفي الجامعة وفي المدارس لمرحلة دراسية، لمراحل دراسية. كل إنسان، كل مدرس، كل موظف له الحق أن يقدم للحكومة العراقية بأنه أنا أرغب أن أذهب للسعودية للتدريس، وأنا واحد من عندهم. وفي الحقيقة لما تابعت موضوعي في الإفاد شاهدت أنه أنا غير مرغوب بي، لأنه في وقت ما مسجون كنت، وأبلغني القلم السري قال لي أنت مستحيل تسافر. قمت أتابعها فعرفت أنه عملية السفر مستحيلة. ذهبت إلى مكتب والفنان المهندس الكبير سعيد علي مظلوم الله يرحمه، قلت له أنا أرغب أروح للسعودية. قال لي ليش ما تروح؟ قلت له يعني مسجون وما أقدر، يعني فايلي ما مرتب، يعني ما مرغوب بي. قال لي بسيطة، أقعد هسه راح يجي شخص عنده مصلحة عندي، هو مدير العلاقات الثقافية في وزارة الثقافة، وأنا أقول له. فأجي عليه، أجي هذا الشخص بعد فترة قال له أعرفك على الفنان سعد الكعبي، هاي بالستينات. قال لي أهلا وسهلا، يا مرحبا ويا هلا، يعني كأنه يعني يرحب بالفنان. لما قال له هذا يريد يروح للسعودية قال لي إيه، بعدين مر عليه للوزارة. قال له شوف هذا ما يجي عليك للوزارة، تمشي له وما تمشي أنت قل لي من هسه، حتى أنا شغلتك كمشيها لو ما مشيها. فكان صادر الكتاب وكتبه بقلم الجاف مع الموفدين، ووصلت إلى السعودية، والحمد لله كانت سفرة موفقة، والتقيت أول سنة في تبوك، التقيت ب يعني كان رئيس البلدية كعبي، والمدينة كلها من بني كعب آل غريض. فعملت معرض في بيروت في عطلة الحج، وكان الصحافة حياة والسفير توصل وعرف هذا رئيس البلدية آني كعبي، وانطاني دشداشة وعقار وتشفية، وقال لي ما يصير تلبس بنطلون انت، ما يصير يعني حالك حالنا. قلت له ما يخالف حلو، وبالوقت وفعلا يعني كانت ترحيب جيد وشعرت براحة، وعلى أساس نعمل استوديو حور
أعطاني مجال كثير. لكن الصحافة شجعت جماعة الرياض بأنه يستدعوني للرياض لمعهد التربية الفنية. وفعلا في السنة الدراسية الجديدة الثانية ترشيحي إلى الرياض، ووصلت إلى الرياض ومعهد الفنون في معهد التربية الفنية. رأسا وصلنا خلوني رئيس قسم الرسم، وكنا نشتغل بجدية وبحرارة وبإخلاص، وكل الفنان كل الناس يعني كانوا يعني المفادين كانوا يشتغلون فعلا، خلوا عملوا أثر في وجودهم مع المواطن السعودي. طويل العمر يعني رأسا من وصلت السعودية قمت بالتدريس يعني مجموعة من الطلبة، ولكن أيضا نتكلم عنهم بعد شوي، ولكن أيضا قمت بإحياء معارض مهمة مثل معرض فردي يعني كفنان جاي من العراق يقدم معرض فني. وفي الحقيقة هذا الشيء يعكس أمرين، يعكس دور السعودية في سنة 69 يعني أكثر من 50 سنة كمركز فني. كثير من الصحفيين أو الكتاب يعني ينكرون أو يتجاهلون دور السعودية الثقافي. فهل ممكن تخبرنا عن معرضك في عام 69 أو المعارض اللي كانت بالسعودية بالستينيات ذاك الوقت؟ في الحقيقة بالرياض ما كانت معارض، يعني ما شهدت خلال ثلاث سنوات ما شفت معارض لفنانين. كنت أسمع عبد الحليم رضوي الله يرحمه في جدة يعمل معارض، ويمكن في المنطقة الشرقية أيضا كان أحد الفنانين عامل معرض، لكن بالرياض ما شفت. وأنا أعمالي أو معارضي الفنية اللي كانت بالرياض هي ثلاثة: معرض في بيت من الطين، بيت تراثي جميل جدا، واستغربوا أنه كيف هذا المعرض يكون في هذا المكان. وفعلا احنا حتى لا نستفز المشاهد جاي يشوف المعرض كتبنا على جرس الباب اقرع الجرس، الباب مقفل يعني حتى ما يصير باب مفتوح ونفاجئ الناس بحركة غير طبيعية. وكان معرض حلو جميل. والمعرض الثاني عملت وكان السيد وزير المعارف افتتحه. المعرض الثاني كان في قاعة البلدية للاحتفالات، يعني الحقيقة رحت زرتها من المرحلة الأخيرة ما لقيتهم، كلهم ذني تغيرت الأمور. والآن موجودين بالصورة رئيس مشرفين تربويين وفنانين عراقيين موجودين. وهذا المعرض الثاني صار في القاعة، قاعة البلدية للاحتفالات. والمعرض الثالث صار في فندق اليمامة. والحقيقة معظم المعارض ثلاثتهن أنا أساساً مرتبط في بغداد أعمل معرض، فكيف أشتغل؟ أشتغل بالرياض وأوديها معي، فبدل ما أوديها بدون ما يجي أعرضها أحلى للطلابي وللناس وش اسمه، فسياق لطيف أنه الإنسان يكون يعني ينطي بمقدار ما يستطيع. وهذا يعني شيء جميل ذكره لي طلبتي في الرياض بكل جميل وكل معروف. واني اشكر يعني ما قدموا لي وما اعترفوا به بحيث ذكروني بكلمات كنت اقول لهم انا ناسيها، فيتذكرون كل شيء، وهذا فشيء جميل من عندهم. وهم الان فنانون كبار واساتذه، ودرسوا في امريكا وفي ايطاليا وفي مصر، اخذوا الدكتوراه والماجستير وجاءوا أصبحوا رواد للحركة التشكيلية في المدرسة في السعودية. وهذا شيء جميل. والآن هم متقاعدين يعني قسم من عندهم، لكن نشاطهم بدأ أكثر بعد التقاعد، لأن التقاعد يأخذ العملية الوظيفية تأخذ من طاقة الفنان كثير. فالآن تفرغوا للفن وهم الآن يعني مبدعين جيدين مثل محمد الرصيص، دكتور محمد الرصيص، والأستاذ الفنان علي الرزيزة، والفنان بكر شيخون، والفنان دكتور فؤاد مغربل. يعني هذول دكاترة وفنانين كبار، وبنفس الوقت
متواضعين إلى درجة لما التقوا معي يعني كانوا الفرحة ما تسعهم، وأنا أيضا الفرحة ما تسعني، لأنه هاي العملية الأخيرة المعرض اللي صار بالرياض كان معرض غريب من نوعه، فعالية غريبة من نوعها، تبنتها طبعا وزارة الثقافة وأصرت على أن تقيمه، هو أنه طلابي أنا معهم أن نكون ذولهم من نفسهم، أي يعني ذول الأربعة علي رزيز وبكر شيخون وفؤاد مغربل والدكتور محمد الرصيص. فعملنا هذا المعرض بعد حين اسمه، فعالية لا يمكن أن تحدث. أولاً الطلاب الآن هم متقاعدون وفنانون كبار رواد للحركة مهمين، يعني إذا تجيب أسماءهم بالحركة الفنية السعودية هم الأوائل. والفترة الزمنية بين تدريسي والمعرض الأخير 50 عام، 50 عام ليس بالسهل. والأغرب من هذا أنه أستاذهم يعرض معهم هو عادل لا يزال حي، فعالية لا تحدث بالشكل السهل، وشيء جميل كان يعني معرض وفعالية لن تحدث في الوطن العربي. حلو. يطول في عمرك أستاذ سعدي، وهذا من لطفك ما شاء الله، تستاهل وتستحق، وهذه مبادرة جميلة من الأخوة في وزارة الثقافة في السعودية، ونشكرهم على هذه اللفتة الجميلة في حقك، وتستاهل أكثر طويل العمر. نرجع شريحتين إلى الخلف، هذه صورة عجبتني كثير طويل العمر، الظاهر أنها زيارة في أواخر الستينيات حضرتك مع الطلبة إلى منطقة الدرعية، هذه في الرياض أو حوالين الرياض. أي نعم، أي هذه كنا نروح نحضر نفسنا حتى نروح للدرعية، الآن الدرعية صارت وسط البلد. فأشاهد بعض الأساتذة، عبد الرحمن بلال السوداني اللي عنده لفة على رأسه، والمرحوم محمد محبت عميد المعهد كان حاط إيده على رأسه، على رأسه هالشكل. والمشكلة أنه المدرس ما يتذكر، ما يعرف الطلاب، لكن الطلاب يعرفون المدرس. الحمد لله يعني كانت تجربة حلوة جميلة. الحمد لله. أستاذ سعدي، يعني هذه أول مرة تصير عندي أنا أني أعمل جلسة حوارية نص ساعة، ما نلتفت حتى إلى لوحة واحدة، لكن ما شاء الله قصتك قصة جميلة، فهذا أول عمل راح نتكلم عنه الآن من أعمالك الجميلة الرائعة اللي هي أعمال فترة السعودية إذا أنا مش غلطان، من سنة 67-72، عمل تكويني. أريد نتكلم قليلاً عن هذا العمل. هذا العمل هو شكله أن فيه نساء إذا أنا مش غلطان، ممكن تحكي لنا عنه؟ نعم، هذا سوق التوابل بالرياض أيام يعني بالبطحة، منطقة يسموها البطحة بالرياض، هذه منطقة أسواق، وهناك نساء حاطات خيم على روسي على البضاعة وقاعدات، منظر غريب وجميل، والألوان ألوان التوابل هي توحي لك أنه لوح جميل. شكرا. نعم. شكرا. نفر مثل ما احنا نقول سريعا على بعض الأعمال. هذه أستاذ سعدي أعمالك أيضا من وقت الإقامة في السعودية من منتصف إلى أواخر الستينيات، شبه تجريدية بها لون الصحراء إذا أنا مش غلطان. أحب ألفت نظر المتابعين بأن هذا العمل على اليمين الآن معروض في نيويورك من ضمن معرض Taking Shape اللي في متحف جامعة نيويورك، وهو من أعمال الأستاذ سعدي الكعبي. ولكن ننتقل إلى أعمال اللي هي شبه أشكال أفراد، هذه طويل العمر البادية، ممكن تخبرنا عن رسم البادية والخيمة بالذات، لأن الخيمة مرسومة على شكل أبعاد ثلاثية. الإنسان من يملك حريته يقوم يرسم، وأهم شيء هو يتمتع برسمه. طبعا القناعة صعبة،
لكن جهد الإمكان أن يرى الأشياء بها قبول. فاللوحة اللي على اليسار لوحة هذه أسميها أنا متعة للعمل أكاديمي، لكن اللي على اليمين فيها مسحة فنية هي إلغاء المنظور والتلاعب بالنسب، ويعني الأرضيات لها تأثير مباشر على كل العمل الفني من الخيمة إلى البدوي القاعد على البساط من الحصان. يعني طويل العمر أحب أسألك سؤال عن منطلق الشفافية. يذكر الأستاذ، يثني عليك الأستاذ المرحوم شاكر حسن السعيد على رسوماتك، ويتكلم عن مضامين إنسانية من بينها الشفافية. ممكن تخبرنا عن مفهوم الشفافية في أعمالك؟ والله الشفافية يا سيدي، خلينا ناخذها ببساطتها، يعني بالكلام أنه تفتهم الكلام بدون لف ودوران، شفاف واضح. وبالعمل الفني هو أنه يخيل للفنان، يخيل للرائي الناظر للعمل الفني بأنه يستطيع أن يرى الألوان المتداخلة، وكأنه ينظر من منظار كأن هاي الأعمال هي الألوان، ألوان زجاجية. والألوان في الحقيقة كل الألوان ممكن الفنان يستعملها بشفافية، لكن أهم الألوان اللي هي تساعد على الشفافية الألوان المائية. شكرا طويل العمر. أحب أتكلم قليلا عن نشاطك الثقافي في العراق بالسبعينات والثمانينات والتسعينات. كنت نشط جدا أستاذ سعدي، اتجهت مع بعض عمالقة الفن أيضا من إلى دول شرق آسيا، إلى الفلبين والصين وحتى إلى اليابان، والتقيت بكبار الفنانين هناك. وكانت معاك السيدة المرحومة ليلى العطار، فنانة القديرة أيضا. ممكن تخبرنا عن أسباب هذه الجولات، وكان إيش المغزى منهم؟ والله هذه جولات كانت دع وفود الروح، ندعو الفنانين لمهرجان بغداد للفن المعاصر. مهرجان بغداد لما عملناه ما دعينا فنان إلا هو فنان متحفي وفنان معروف في بلده، وعدنا أعطونا صلاحية إحنا كلجنة عليا لمهرجان بغداد، أعطونا صلاحية بأنه أنتوا تصرف، إحنا ما نعرف شنو يعني العملية الفنية ليس بالسهل أن الإنسان يديرها بدون معرفة. فأعطونا صلاحية وهددونا أيضا إذا فشلتوا يعني هذا راح يصير عليكم. ففعلا قررنا أنه نزور كل البلدان اللي ندعو الفنانين إلهم، وفعلا كان أني والمرحومة ليلى العطار كانت الهند والصين واليابان والفلبين من حصتنا، وكنا ندعو الفنان ونعطيه الأوراق ونسوي له دعوة في فندق اللي احنا ساكن به، وحتى الأعمال تجي من مدينته إلى السفارة العراقية. هذه ياخذ فلوس عليها، لأنه احنا نعرف الفنانين الحقيقيين هم مفلسين أساسا، يعني ما عنده فلوس يرسم لنفسه ويرسم. فمن الصعب أن تجيب فنان إلى مكان، يعني اليابان تقول رايح للعراق، ما يقدر يتصور العراق شنو، ولا اللي في أمريكا يتصور العراق شنو كفنانين وليس كدول وسياسة. فنروح له ونوضح له، وفعلا جاءوا كبار الفنانين إلى المهرجان، وكان من المهرجانات التي تذكر في كل وقت. أستاذ سعدي، ممكن تحكي لنا شوي عن السيدة ليلى العطار ودورها، لأن ما أخذت حقها رحمة الله عليها، فممكن بس نسمع عن دورها أو اللي كانت تعمل وتقوم به لدعم الفن العراقي. والله الفنانة المرحومة القديرة ليلى العطار كانت كوظيفة في وزارة الثقافة هي مديرة كولبيكيان متحف
متحف الفن الحديث، وكانت مديرة لقاعة مهمة جدا، قاعة الواسطي، وحتى أصبحت مدير عامة لدائرة الفنون، هذه كحالة وظيفية. مضاف إلى هذا شاركتني في رئاسة الجمعية هي ودكتور علاء بشير وكثير من الفنانين، إسماعيل فتاح، كانوا يعني من الأشخاص اللي هبوا لمساعدتي الحقيقة في إدارة الجمعية ونشاطاتها. وكانت ليلى العطار كاسم أيضا معروف في العراق، وكفنانة تلفت النظر بجمالها وبعملها، وكانت ترسم أعمال عارية لفتاة، وهذه الفتاة تخرج من الأرض وتلتصق بالشجرة، هي لا تعني التعري وإنما تعني الحياة للشجرة. فهذه ما كنت يعني أفهمها من أعمالها، مضافة إلى أخلاقها العالية وتواضعها، إنسانة متواضعة وذات أخلاق عالية ومتعاونة. ويعني حتى مركز صدام عملنا للاجتماعات الجمعية، أحيانا نلتقي في مركز صدام معها، وهي من الفنانات المعروفات والمتواضعات، متواضعة غريب وفنانة كبيرة. أستاذ سعدي، أحب أخذ هالفرصة عشان أسألك عن الفنان الأستاذ فايق حسن. ذكرت بأنه متواضع مع المتواضعين ومتكبر مع المتكبرين، ممكن تشرح هذه الفكرة؟ والله هاي الفكرة أخذتها، جانا معاون العميد، إحنا طلاب مرتبك، راح يجي الملك يزور المعهد، فايق حسن قاعد يعني معانا ويصلح لهذا ويتكلم مع هذا، وعنده طاولة يقعد عليها وخلفه سكيتشات وعلى الجدار. دخل العميد ومعه العميد والملك، لا قام ولا يعني قاعد على مكانه. فإحنا ننظر شنو الموضوع، يعني شلون راح نرتب حالنا. بعدين راح سأله وسلم عليه وقام وياه، هو راح الملك سلم عليه وقاموا واثنين هم يفترون وشسم. فهذه من شخص شنو التعالي هذا، لكن تعال شوفه معنا كطلاب، كأي طالب يعني يتكلم معنا بلغتنا ولهجتنا وثقافتنا على مقدار ثقافتنا. وفنان يعني هذه مضافة إلى ما علمنا من خبرته اللونية، ما يعلو جهد إلا وأعطانا إياه في تعليمه، وهذا جزء من تربيته، وهو إنسان مثقف ويعني مبدع، فنان مبدع، وهذه هي تفسير لهذه الكلمة اللي ردتها. شكرا أستاذ سعدي. هذه ما راح نتكلم عنها كثير، لكن هذه ضمن جولاتك وزياراتك للعالم العربي في الأردن وتونس ومصر، وكان معاك بالصورة اللي على اليمين. هذه هذا معرض في القاهرة، ومن جملة الأشياء اللي عملناها هذا نور راوي ومديرة المتحف ونصير شمها، من جملة المعرض صارت حوار، أجوا محطات تلفزيونية وشغل، ومن جملة الأسئلة سألني واحد ما هو رأيك يعني ما هي التأثيرات، تأثير العولمة على الفن التشكيلي. أنا ما متوقع هالسؤال هذا، فقلت له راح أجاوبك إنه كل إحنا متعولمين بالملابس اللي تشوفنا، سترة وبنطرون وربطة، لكن داخلنا شرقي، داخلنا شرقي، يعني ما يعني وين ما نروح إحنا شرقيين، وبالتالي اللوحة مستفيدين إحنا من الزيت ومن الكانفس ومن البرواز، وبالأخير اللوحة هي شكلها أوروبي لكن داخلها شرقي. فهنا تخلصت من سؤاله، لأنه هذا سؤاله صعب وأنا ما عندي الثقافة اللي أجاوب على كل شيء. طيب شكرا طويل العمر. إذا في سؤال أنا سألته ما تحب تجاوب عليه أنا موافق. طويل العمر، نتجه الآن إلى بعض الأعمال التي تبين ألعاب الأطفال في العراق
وعندي سؤالين في هالسؤال. اولا ممكن تحكي لنا عن طفولتك وعن الوقت اللي كبرت فيه بالعراق بفترة الأربعينيات؟ هل كانت هذه ألعاب تلعبوها يعني؟ وممكن تحكي لنا عن الأعمال وأيضا عن طفولتك ببغداد وبالعراق؟ والله أنا طفولتي بالنجف. بالنجف. مدينة قريبة للبداوة من الحضر. رغم كونها أول مدرسة في العراق صارت في النجف وتجمعات والشعر والأدب، بس هي مناخها مناخ بدوي بحيث موجودة عندنا كانت، يعني أنا كنت أروح لها. المناخة يعني يجون البدو القبائل بهذه المناخة حتى يسوقون يشترون شغلاتهم، الحبال والخيام والأواني الصفر. فهاي المعايشة معاهم تبقى إلها بلا شعور مكانه. أما اللعب فإحنا كنا يعني بالشارع نسوي فضل على أهلنا، إذا رجعنا تغدينا أو شو اسمه كلها نلعب بالشارع، ولعب الأطفال اللي إحنا يعني نلعبها هي هذه. أما نعمل عربة ونخلي الطفل الصغير نقعده ونمشي بيها كأنما نسوق سيارة روز رايز، هاي شو تسوي؟ والشعاب هذه نلعبها بحيث من يضرب الشخص الشعاب وبها قوانين، فتشوف يعني هذه كنا نلعب بهالأجواء هذه. شكرا يعني. استاذ سعدي، نتجه قليلا الى هذه اللوحه. هذه اللوحه ايضا اول لوحه اقتنيتها لحضرتك لاعمالك من حوالي يمكن 8 او 9 سنين، اسمها عائله ريفيه. نعم. هذا العمل يرجع إلى عام 61، له قصة العمل؟ والله قصته أنه هديتها إلى أستاذي في مرحلة الابتدائية يعلمنا رسم، كان سألني قال لي أنت يقولون صاير الرسام ما يعني ما تعطيني عمل أنا أحبه وأخاف منه؟ قلت له إيه نعم أستاذ تفضل هاي لوحة. هاي اللوحة يعني الطالب من يتخرج يقوم شوية يعني مثل يتفلسف، قلنا نحضر العمل وشون تحضير مثل ما قال لنا الأستاذ فايق حسن، زنك أوكسايد مع بياض البيض نحطه على القماش، وهذه المشكلة خيش يعني قونية خيش. فطلعتها وحط يعني ورسمت الشغلة، وهذه بيها تأثيرات أساتذتنا طبعا، هذه يعني بيها تأثيرات الدراسة والأساتذة خاصة فايق بهالوجه هذا والقعدة. وبعد فترة سنين جاني شخص يعمل براويز قال لي عندي لوحة تشتريها؟ قلت له إيه أشتريها، وينها؟ بعت ليها بالموبايل، قلت له هاي أشتريها بيش رايديها؟ قال له رايديها بثلاثة من بالأربعة. قلت له أنا مشتريها أوكي أريدها ب4000 دينار أردن. وراها رحت عليها قلت له وينها؟ قال والله ما جابوا لي اياها. قلت له وين ما جابوا لك اياها؟ قال جاتني بالموبايل، هو يبيع اطارات ويبيع الوان. فبعدين شفتها عند مديره جاليري دار الاندى الاستاذه الفاضله ماجدولين، وقالت لي ممكن تشرب شربة يمي فوق؟ قلت لها هاي ايش عندك انت قولي لي شكو عندك؟ قالت تفضل اشرب شربت عندنا فوق. رحت لبن وشربت، رحت قالت لي خل اصورك يم هاي الصوره، لقيت هاي الصوره نفسها موجوده. فوقفت صور، قلت عرفت انه ما عندك يعني مباشره الا عندك غرض بالشرب. فانسانه رائعه والحمد لله صورنا وشربت الشربت ونزلت. وبعدين لقيتها عند الشيخ سلطان قال لي ده تتصلح وعنده يعني عناوين وعنده استفسارات عن اللوحة، واللي قدرت أعطيه إياه وصلته هي. شرف كبير طويل العمر تكون اللوحة من المجموعة وموجودة في متحف الشارقة للفنون. أحب أنتقل إلى موضوع أكثر يعني صعوبة في الحديث عنه يمكن، وهو موضوع المرأة ومعاملة المرأة في المجتمع الشرقي أو العربي أو ما أعرف، يعني موضوع حساس بشكل. هذه لوحات يعني بيها كثير مشاعر،
لوحتين حوالي بينهم 40 سنة أستاذ سعدي، اللي على الشمال سنة 64، على اليمين سنة 2004، بس هما الاثنين يبينوا نساء، في وحدة الامرأة مربطة وفي وحدة ثانية الامرأة، يعني ثلاث نساء واقفين، ممكن تحكي لنا عنهم؟ والله هذا موضوع على اليسار، نساء ثلاثة بيدهن أدوات للعمل، واحدة تهبش الرز أو الحنطة، وواحدة شايلة على رأسها شيء، وأخرى شايلة إناء للماء تجيب من النهر إلى البيت. هذا كان موضوعها، لكن اسم اللوحة فصليات، نساء فصليات. ما معنى فصليات؟ شخص بالقبائل بالعشائر عندنا سابقا طبعا، وهي عادة رديئة، أنه الفصل ينطون فلوس أو نساء، ما عنده فلوس يعطي نساء، وهاي النساء يتزوجوها ويشغلوها، يشغلوها بأعمال يعني متعبة جدا. فحزت في مخي وفي مخيلتي أنه كيف هاي الحالات يعني تصير، فسجلتها بلوحة. وأما هنا هي استمرار، المرأة لم تأخذ حقها في الوطن العربي، ودائما حدودها قصيرة جدا ومقيدة، رغم كونها قوية. يعني هاي المشكلة، هي قوية وبنفس الوقت مقيدة. نعم، شكرا أستاذ سعدي على شرحك، وفيت وكفيت. أستاذ سعدي، يعني أنا شرف كبير لي أن في الأسابيع اللي فاتت صار عندي أكثر من فرصة أتحدث معك، وصراحة تعلمت منك كثير، ويعني ما أدري كيف أرد لك هذا الجميل. كلمتني عن نظريات، كلمتني عن فلسفة، حسيت نفسي أحد طلابك. اللوحة اللي على اليمين أستاذ سعدي، اسم اللوحة شموخ الروح واحتضار الجسد، هذه لوحة يعني معبرة بشكل، مع أنها يعني قليلة الألوان، ممكن تحكي لنا عن هذه النظرية وعن هذه اللوحة؟ هذه الحقيقة هي بالحبر الصيني، وموضوع سياسي الحقيقة، أنه الوطن العربي والعراق بالذات حروب ودمار، ده مستمر يعني ولحد الآن. فأخذ هذا الدمار، ما أخذ من جسد الأمة وجسد العراقيين، لكن يبقون عندهم شموخ، الروح باقية شامخة تتحدث، وهذا هو موضوع الصورة. نعم، الصورة اللي على الشمال طويل العمر الإنسان والزمان، هذه الصورة كانت معروضة في بينالي الكويت أظن. صحيح؟ أي، فأخذت الشراع الذهبي. ألف مبروك، هذه يعني الجائزة الأولى في بينالي الكويت في أوائل الثمانينات. تفضل. نعم، هذه يعني الإنسان أحيانا لما يختلي بنفسه تراود كثير من المفاهيم والأفكار، وهي خارج تصور الإنسان، اللي خارج الإنسان الآخر. يعني أنا أنظر لهذا الإنسان وهو في دوامة الأفكار، هو لا يمكن أن أصل إلى داخله، وبالتالي هذه عملية فلسفية بالضبط. يعني فنان يرى الإنسان، يرى داخله من خلال عمل فني، شيء صعب جدا. يعني أنا أتذكر دزيت لك صورة، الشعور بالشوق، ما معنى كيف الشعور بالشوق؟ شعرت أنه في يوم ما قاعد قدام منقلة نار وبصيص من الجمر واللهب البسيط، شعرت أنه كأنه شوارع جميلة. هذه سميتها الشعور بالشوق. كنت خاطب، وهذه المشكلة كانت هي أهم مشاكل الدنيا. فيعني شكرا أستاذ سعدي على مشاركتنا هذه القصة. أنا كنت راح أسألك، ولكن شبه جاوبت طويل العمر، عن أحد الكتاب الكبار كتبوا أنك تستطيع أنك توازن ما بين القيم الفكرية والعقلانية والحسية، وتضع الإنسان ما بينها. فحضرتك شبه جاوبت عليه، هذه توازن
ما بين هذه الأمور الثلاث؟ إذا حبيت أنك هي أنا باختصار عملية التوازن بالقيم الفكرية وال يعني اللي هي فكرية العقلانية والحسية. العقلانية الفكرية هو تراكم ثقافي، والعقلانية كيفية استغلال هذا التراكم لخدمة الإنسان. أنا محوري هو الإنسان، فبهالحالة هذه صارت طريق لخدمة مشاعر الإنسان ومعنى الإنسانية بأن هالفكر هذا التراكمي أحاول أن أوظفه في لوحة لخدمة الإنسان والإنسانية. هذا في المعنى. شكراً أستاذ سعدي. أستاذ سعدي، حكيت أن بعض أعمالك بيها مغزى سياسي، ما نريد نتكلم كثير عن هذه الأمور، لكن هذه الأعمال اللي على اليمين قد تكون رسمت أيام ما يسمى بالربيع العربي، هناك شخص جالس على الكرسي وهناك حطام بالخلف، المدينة تحترق، وهذا الشيء أيضاً لا يعكس العالم العربي لكن الظاهر صاير بدول أخرى بالعالم. وعلى الشمال اللوحة اللي على الشمال الزرقاء شوي تبين أشخاص الظاهر عندهم عصي في إيدينهم. لا، هذه أشخاص لكن عليهم بلوك. بلوك يعني هي ليس أفكار وليس وإنما ظروف. هاي الظلمة زائداً البلوك مغطية كل جسمهم، يعني أكثر من نصف جسمهم، هي عبارة عن حالة قهر للمجتمع. وهذه رسمتها ونشرت الحقيقة، وكان عليها تعليقات كثيرة في مناسبة المظاهرات بالعراق الأخيرة، يعني ساحة التحرير ومطعم التركي وغيرها، يعني راحوا ضحايا بحدود 600-700 إنسان وكلهم شباب، وحوالي كذا 1000 مصاب. فالفنان أنا الحقيقة ما أرسم هاي الأشياء بشكل مباشر، لكن داخلي بعد ما تحمل، فهي هذه الجسم، لأنه هذا يجب أن تدخل داخل جسم الإنسان وأفكاره ويهضمها وبعدين تطلع لو ما تطلع، فهي خرجت بهالشكل هذا. نعم، رحمة الله عليهم اللي استشهدوا واللي توفوا. أستاذ سعدي، هذه من لوحات المعبرة، يعني حتى نعطيناها شريحة لحالها، لوحة الصدى ترجع لعام 72. في هذه الفترة حضرتك خسرت إنسان مهم عليك، ممكن تخبرنا عن هذه اللوحة وعن سببها ومغزاها لو سمحت؟ والله هذا الرجل اسمه سلمان، أخوي سلمان الكعبي، أخوي الكبير، هو رباني يعني، وكنت طفل نلعب نطلع هذه مقابر قبور، مدينة النجف كلها قبور، يعني هي مقبرة بالأساس، مقبرة دار السلام يسموها، فكنا نلعب فوق القبور كأنما لا شيء، مدينة ألعاب كانت عندنا. لكن بعد ما توفى أخوي ودفن في هذا المكان صار لها معنى آخر، شعرت أنه هذه مخيفة، هذه نهاية الدنيا، هذه كذا يعني، وصورت نفسي، كنت أصور نفسي بطل، صرت معفوس يعني بشكل خايف. وفعلا يعني هذه حالة من الحالات اللي لا أنساها. شكرا، رحمة الله عليه. هي مشكلة الإنسان يعني يتحول بشكل سريع من خلال الصدمة. فبالنسبة لي أتذكر شعرت مرة أني عظيم، وأنا أعرف نفسي أنا مو عظيم، أنا إنسان طبيعي. فهذه العظمة منين جتني؟ من كثر ما فنان كبير وبيكاسو وسعدي ما أدري شنو، أنا أعرف ما لي علاقة بهالشغلة، أنا أرسم أتونس بيها. فطلبت من ابني، قلت له تعال ابني، بعد ما أقدر أرسم، من أرسم أخاف يطلع غلط وأنا عظيم، يعني ما يصير، لازم أنا عظيم وأرسم هالشيء عظيم، وأنا أعرف إنه أنا إنسان طبيعي وحالي حال الآخرين. فوصيت ابني مهند، قلت له مهند بابا جيب لي هاي بالمكتبة، شكو عندك أوراق جيبها نادبها بالفاير بليس، أدي موقف مع النار ذبها كلها. قال لي بابا هاي شنو؟ قلت له جيب ذب هنا خلصني من هالحالة، أنا هاي أشوفها مثل الكذبة. وزوجتي قاعدة وراي تحمى أيضا، ما أدري بها قاعدة، قالت لي ظليت بس أنا ما ذبيتني، صار 30 سنة
ارتب لك بهاي الاشياء. قلت لها لا انت زوجتي وحبيبتي لكن هاي كذبه. فمن عندها انطلقت انطلاقه حلوه وهاي الجوائز كلها لانه قمت ارسم ما اخاف، كنت اخاف لانه انا عظيم، فانا اعرف نفسي بعدين شنو هالعظمه منين اجتني. فالحمد لله وشكر تخلصت من هالحاله النفسيه اللي الانسان ما يدري بحاله هو موجود في مكعب او في اطار هو غير مرغوب به. فاذا تمكن يعني الانسان من يشوف المرض يقدر يعالجه. انا شفت نفسي مثل الحاله مرضيه فعالجتها برفض هالموضوع هذا والحمد لله. استاذ سعدي حضرتك عظيم بتواضعك، يعني هذه شهاده يعني انا اشهد لك عليها. عندي اسئله كثيره عن اللوحه واسمها لكن احب انتقل الى هذا العمل. هذا العمل عندي سؤال فيه، احب استذكر مقوله للاستاذ الفنان جميل الحمودي الفنان العراقي المهم معروف، كتب عنك في احدى الشهادات والمقالات، كتب ذكر الفنان جميل الحمودي انك تجسد صلة التراث، تراث الماضي من خلال الإبداع بنفسانية ورؤية معاصرة. أحس أن هذه المقولة يعني تمشي مع هذه اللوحة. والله هذه اللوحة الآن هي معلقة في بناية اليونسكو في باريس. نعم. وكان عندي معرض في باريس وزارني وزير سفيرنا في اليونسكو وبعدين طلب من عندي أن أجي، هو الظاهر ضام لي ضميمة وما أدري شنو، أنت مدعو ندعوك بالهذا بناية اليونسكو على غدا. ورحت أنا وصاحب القاعة تلقانا مدير اليونسكو، هذا الرجل كبير كبير جدا، فقال نمشي ناخذ جولة. الجولة هذه أعمال بيكاسو ميرو شغات، قال هذا الجدار إليك. يعني شعرت انه فد شيء تقدير جيد جدا هذا، يعني مو قد هالشغلة هذه، دولة كبار. المهم رجعنا نتغدى، قال لي السفيرنا قال لي تعرف يعني اريد من عندك ترسم لي اللوحة هذا الحجم، انا حطيت لها حجم مترين ونص في مترين ونص يعني كبيرة لازم تكون. قال لي اريد اللوحة موضوعها عن المي اللي ينزل يجينا من تركيا، مي مالح لأن سدت علينا السدود والشغلات وذيلة والفرات صار جافة وميها مالح. قلت له يا أستاذ يعني أرسم لك مي مالح شنو شلون أرسم يا لوحة هذه ترسمها شكل. أنا عندي معرض في عمان بالحقيقة ظل بتبالي يعني شو أرسم لهذا والمكان مهم. لقيت بعض المفردات أنه الجفاف هو ما يحدث بالعراق. العراق ما معنى العراق؟ العراق تاريخ وحاضر، يعني تاريخه لا يمكن أن ينسى، سومر وبابل وآشور والحضر والإسلام والحاضر، فهي كلها يجب أن لها قيمة أو لها احترام بالعالم يعني. لكن هذا اللي حصل، فرسمت عشتار ودجلة والفرات يوصل إلى مرحلة يصير براون بني، والنخلة في السندان في الأسس والشجرة والراعي في الصحراء لا يوجد عشب والسمكة موجودة في إناء زجاجي، يعني ما في مي، وهاي الحضارات اللي يجب أن تحترم موجودة. وفي الوسط العراق الحاضر لأنه أنا راسم، أنا عامل رأس الراية العراقية على السارية وهو نازل الوحيد طالع من المربع إلى الأسفل، وهذه أيضا الراية العراق رأس الراية العراقية لها قصة، يعني لمت كثير من الشهداء العلم العراقي فرادوا رأس الراية يعني مناسب، ولما كلفونا ايش تعمل كل شيء اللي تريد تعمله هو موجود، يعني الآشوريين مسوين دائره
البابليين ثور يعني كلها، والإسلام هلال طيب، والحبر أقمار أقمار هالقد. فهاني شو أسوي ما أعرف. ففعلا تأخرت عن عن تقديم المسابقة، وبالتالي جاني خابرني وكيل الوزير الله يرحمه نور المرسومي، قال لي ما تقول لي وين صرت أنت؟ قلت له والله ماذا أعرف شو أسوي. أخابر إسماعيل فتاح أقول له شو سويت؟ قال لي ما عليك، أخابر الدكتور علاء بشير يا معود شوفوني أنت سويتوا ما يقولوا لي. وبالتالي قاعد أنا بالمنطقة الوزيرية كلها نخب، ويعني فشفت النخلة هي أحلى شيء السعف والهذا، فحطيت جريد السعف سويته سيوف، وحطيت نصب الشهيد، والسعف صار بي نوع من الحضارة يعني من تابع الآشوري أو سومري قديم الديزاين مالها، وفعلا مشت ووافق عليها صدام حسين الله يرحمه، وافق عليها وقال لي شلون لقيتها؟ قلت له والله أنا كل شيء ما أدري يعني، بس هي طلعت هالشكل. قال زين أريد من عندك تسوي لي وحدة صغيرة هالقدها، العلم اللي موجود يم على الميز وعلى السيارة، وعلم شوية كبيرة تصير على سارية علم 180 سنتيمتر متر ونص تقريبا، يخليها الوزير وراء، وثلاث أمتار فوق البنايات، وعشر أمتار فوق يعني شوية شوية تكبر حسب نسبة السارية في ساحة عربات الجيش. قلت له سيدي ما أعرف أسوي هذه. قال لي شلون تعرف أنت مو سويتها؟ قلت له نعم سويتها، بس هذه يحتاج لها واحد تقني يشتغل لي، لأنه اشتغلت السعفات طبعا ريش مثل الريشة ورقة سلق ما أدري إيش تطلع، فقوة يا لقدرت أطلعها بهالشكل هذا. هو ضحك طبعا، قال لي شو تريد؟ روحكوا في دائرة المهمات هاي، تسوي أنواط تسوي شغل، أروح هناك هم يسوي. الحمد لله وشكر طلعت وطبعوا يعني استنسخوها وانشالت مثل ما انشال الآخرين، حالها حال الآخرين. إيه الحمد لله على كل حال. قبل ما نتكلم عن هذه اللوحة، هذه اللوحة الأخيرة اللي راح نتكلم عنها، لكن قبل ما نتكلم عنها أحب أذكر بأن عندنا ضيوف كبار في الجلسة اليوم. طبعا أنا بالعادة أقفل الجلسة في 60 دقيقة، بس أستسمح منكم اليوم أخذ كمان 10 دقائق أو ربع ساعة، لأن عندنا أساتذة كبار. عندنا الأستاذ طلال معلة من سوريا، عندنا الأستاذ علاء بشير، عندنا الأساتذة علي الرزيزة والأستاذ دكتور محمد الرصيص أيضا من السعودية موجودين، وهم كانوا طلبة الأستاذ سعد الكعبي. وأحب أطلب منهم بعض الكلمات في حق الأستاذ سعد الكعبي، إذا هم موافقين يرفعون إيدهم بس يعطوني علامة أنهم موافقين يتكلمون. أستاذ طلال أنا شايفك إذا أنا مش غلطان، تمام أستاذ طلال؟ ممكن أطلب منك كلمة؟ طيب إذا بعد ما نتكلم عن هذه اللوحة أستاذ سعدي، راح نتجه إلى الأستاذ طلال معلة وإلى الأساتذة الثانيين إذا هم موافقين طبعا. بس هذه اللوحة الأخيرة، هذا العمل من الأعمال الموجودة الآن في متحف الفن العربي في الدوحة، أيضا يبين عمل من الستينات، يبين الحياة. إذا أنا مش غلطان هذه صيادين سمك. أي نعم صيادين سمك، وأيضا صورة بها الأستاذ الشيخ حسن آل ثاني المقتني القطري الشهير، وأيضا بها الأستاذ ضياء عزاوي الفنان القدير. إذا حبيت تتكلم عن علاقتك مع الأستاذ ضياء أو صداقتك مع فنانين آخرين، أو تحب أن ننتقل إلى الفقرة الأخيرة. والله بالنسبة لللوحة، اللوحة يعني حالها حال اللوحات الأخرى في مرحلتها الستينات تقريبا يعني، ودخلت إلى المتحف. شلون دخلت ما أعرف، وين صارت من إجت ما كلها ما أعرف، حتى اللوحات اللي تنباع بالمزادات ما لي علاقة بيها، لا أعرف من جابها ومن اشتراها ومن باعها، فهذه الشغلة خلينا نجنبها. لكن أنا يعني أشكرك وهيب بمجلسك هذا بوجود هالقامات الفنية والثقافية
اللي ذكرتهم الدكتور طلال وضياء، الفنان ضياء العزاوي والدكتور علاء بشير، دول قامات فنية عربية يعني أنا أفتخر بيهم. وكذلك الرزيزة فنان رائع وأصيل، والفنان محمد الرصيص فنان ومربي تربوي، وأعتقد الآن بدت حياتهم بعد ما تقاعدوا بدت حياتهم تنشط الفنية، وحالهم حالي يعني أنا نفس الشيء تقاعدت بدت أنشط وصرت يعني أنتج بشكل حلو. أستاذ سعدي بعد إذنك راح أطلب من بعض الأشخاص الحديث. الأستاذ طلال إذا عندك يعني في خلال دقيقة دقيقتين إذا تحب تتكلم، طبعا ما يوفي الأستاذ سعدي حقه، لكن إذا ممكن تخبرنا عن الأستاذ سعدي وعن حضرتك كتبت عنه طبعا مقالات. أولا مرحبا بك أستاذ سلطان، يعني بعد غياب طويل يعني عنكم يعني فرصة يعني قدم تحية للشارقة ولكل الأصدقاء اللي موجودين هناك، والأستاذ سعدي أيضا يعني له تحية خاصة، يعني كان لنا يعني علاقة جيدة أثناء بنالي الشارقة، وكان هناك تقريبا تقييم لكل الأعمال التي كان لها أثر كبير في ستينيات القرن الماضي، أثر كبير على الحركة التشكيلية العربية، يعني سواء كنا ننظر إلى الحركة في لبنان أو في المغرب العربي أو في سوريا أو باقي الدول، يعني كيف كانت الحركة التشكيلية في تلك الفترة. من هنا تأتي قيمة الزمن، يعني أنت ركزت كثيرا وأجاب الأستاذ سعدي بلغة بسيطة جدا ومعبرا عن أهمية هذه الفترة. الحقيقة نحن في كل مكان من المنطقة العربية نفتخر بهؤلاء الذين بذلوا جهدا كبيرا حتى يكون لدينا فنا، لا نريد أن نقول أنه بصورته العامة يستوحي من الغرب أشياء كثيرة، لكن نحن نمتلك في التاريخ وفي الحضارات الإرث الكبير الذي يحيلنا. يعني النقد، وأنا من هذا الباب أشير أن النقد لم يستوفي هذا الحق في حالة الفنون التشكيلية العربية مع نهاية القرن التاسع عشر وما بعد إلى تلك الحضارات الأساسية، والتصوير خصوصا التصوير الذي اعتمد الأستاذ سعدي الكعبي في مجال يعني كل العناصر التي تكلم عنها سواء كان زملاء أو النقاد أو إلى آخره، حول قضايا اللوحة أو تقنيات اللوحة أو علاقة اللوحة بالبيئة أو علاقة اللوحة بالمكان أو كل هذه الأمور التي تكلم عنها النقاد، هي أتت لاحقا ولم تكن سابقا بهذا الوضوح. لم يكن النقد هو الواضح وليس الفن هو الواضح في تلك الفترة. أنا أحيي، لا أريد أن أطيل، يعني أنا أحيي الأستاذ سعد وأتمنى له العمر الطويل والعطاء الجميل. شكرا أستاذ طلال، نحن مشتاقين لك هنا بالشارقة وإن شاء الله تزورونا يا رب ونزوركم هناك في إن شاء الله قريبا قريبا. وانتقل الآن إلى الدكتور محمد الرصيص اللي هو أحد طلبة الأستاذ سعد الكعبي. دكتور محمد حضرتك في الرياض إذا مش غلطان، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. مساء الخير أستاذ العزيز أبو مهند سعد الكعبي وإلى الفنانين الآخرين والزملاء الحاضرين. أنا سعيد جدا بهذه الأمسية، وعودة إلى يعني الستينات في الرياض سنة 65، طبعا هي سنة تأسيس معهد التربية الفنية، وهي البداية الفعلية للتعرف على المفهوم يعني الحديث للفنون التشكيلية في المملكة العربية السعودية. قبل ذلك كان فيه محاولات متفرقة، دورات تدريبية أو نحوها، وأنشطة فردية من هنا وهناك، ولكن من بشكل ممنهج وتعليمي كان معهد التربية الفنية في تلك الفترة، وكنت أنا من الدفعة الثانية التي استفادت من وتشرفت أن يكون مدرسي وأستاذي الفنان الكبير
سائل الكعبي في العامين الدراسيين 66 67 و68 68 و69 يعني تخرجت 69 فكانت سنتين يعني حصلنا فيها على تأسيس من الألف إلى الياء عن كيفية التعامل مع اللوحة ومفهوم اللوحة والرسم من داخل الاستوديو وخارج الاستوديو في المناطق القديمة من مدينة الرياض وفي الدرعية. لنا صولات وجولات مع الأستاذ سعدي في عز الشمس ومع ذلك تحملنا وهو شجعنا بطبيعة الحال ومن هنا تأسسنا تأسيسا جيدا والحمد لله أنا وبقية الزملاء. ما نقول له إلا جزاك الله خيرا يعني لأنه أصبح هذا المجال هو مجالنا المهني وعجبنا فيه ووصلنا دراساتنا العليا في الخارج فيما بعد طبعا خلال السنوات الماضية وما بعد المعهد. شكرا لكم جميعا. شكرا لك دكتور محمد الرصيص اللي شاركنا من السعودية. ننتقل الآن إلى الأستاذ نصير شمة. إذا الأستاذ نصير شمة حضرتك موجود معنا تفضل. مساء الخير. مساء الخير تحياتي. فرصة سعيدة جدا ولو دخلت عرفت متأخر بهذا اللقاء للأسف. يا أهلا يا أهلا أستاذ سعدي الحبيبي مشتاق لك جدا جدا. شلون الصحة؟ خير الحمد لله. الحمد لله. يعني ما أعرف أقول شيء غير أنه أنا فخور بمعرفتك بشكل شخصي وأن أكون قريب منك في فترة كانت فترة عذبة جدا في القاهرة لما عملنا المعرض الكبير لفنانين العراق وكانت يمكن هاي التجربة. أنا أعرف أستاذ سعدي من يعني من بداياتي وأنا عيني على أعماله وعيني على تفرده يعني هذا الأسلوب اللي تمسك به واللي أصبح مدرسته الخاصة واللي هو ما يشبه التجارب الغربية ولا يشبه التجارب لفنانين آخرين. يعني احنا شفنا كثير رسامين كبار دائما تلاقي له كما يقال في الأدب لا يوجد نص بريء دائما تلاقي له شيء أثر في عند فنان غربي. لكن يمكن تجربة أستاذ سعدي أنا شخصيا أعتبر نفسي متابع جيد للحركة التشكيلية ما إلها قرين ولا شبيه. هو ابن بيئته ولكن بيئته الكبيرة جداً اللي ترجع إلى 8000 سنة يمكن هو ابن تلك البيئة ابن ذاك. حتى ما أنسى مرة حيدر محمود الشاعر الأردني مرة كان بيشوفني واني جاي عليه على موعد فكان يقول لي كأنك سعدي الكعبي راسمك وأنا جاي أمشي عليه قال لي نفس الكتفين ونفس الشكل اللي سعدي الكعبي رسمه في لوحاته. فهذا الشكل القديم السومري والآشوري والأكدي اللي موجود في أعماله بتجريد أعطاه تميز كبير جدا جدا في أن يكون عنده أسلوبيته وأن يكون عنده تفرده في عمله وتفرده في أخلاقه وفي بساطته وفي فلسفته. ودائما أذكر كثير أنه أنا بتجربتي المتواضعة الموسيقية استفدت فيها من التشكيليين أكثر مما استفدت من الموسيقيين. استفدت من صديقي أستاذ سعدي من صديقي دكتور علاء بشير من تجارب فنانين عراقيين كبار شاكر حسن آل سعيد في آخر سنواته في تونس شرفنا بدعوته. فهاي التجارب مع الفنانين التشكيليين أعطتني فرصة إلى أن أعرف إنه العمل الفني أيا كان موسيقي أو تشكيلي أو مسرحي أو سينمائي يحتاج أبعاد ثقافية عميقة جدا. هذه تعلمتها من فنان بقيمة سعدي الكعبي اللي اليوم تشرفنا بهذا اللقاء التلقائي والجميل. ولو كنت عارف اليوم موجود كان حضرت لك قطعة موسيقية مثل ما بيطلب أستاذ سلطان بس للأسف أنا عرفت فورا باللقاء وقلت لازم أشوفك. أستاذ نصير شكرا. شكرا أستاذ نصير ويستاهل ويستحق الأستاذ سعدي. ننتقل قبل ما ننتقل للأستاذ علاء بشير أظن عندنا الأستاذ علي رزيزة أيضا. الأستاذ علي رزيزة بعد شوي أحتاجك تعمل أنميوت للصوت يعني صوتك على الصامت تعمل تشيل الصامت لو سمحت. ولكن ننتقل أولا إلى الأستاذ علاء بشير. تفضل أستاذ علاء. تحياتي كثيرة لك يا شيخ سلطان
ومحبتي وتحياتي إلى ضيوفك الكرام. وأنا تفاجأت لما شفت نصير، وحقيقة سعيد جدا أن أشوفه، صار فترة طويلة ما شفت نصير. المهم شكرا جزيلا على هذا اللقاء. أنا أعرف سعد الكعبي أكثر من 60 عام، فإذا تريد تطلب من عندي أن أتكلم عن سعد الكعبي خلال 5 دقائق أو 10 دقائق، يعني هذا الشيء شبه إعجاز. راح أقول لك شيء، السبب ليش. أنت تصور نفسك زين عايش في بناية بها 10 طوابق زين، لما تكون في الطابق الأول إيش قد ما تكون أنت ذكي ما راح تشوف أكثر من الحديقة والشارع المقابل. لما تروح للطابق الثاني شوف منظر أكثر وأكثر وأكثر. بالطابق العاشر راح تشوف يمكن المدينة كلها. هذا إذا أنت تشوف من زاوية واحدة من البناية. لكن إذا البناية مربعة وفيها نوافذ على كل المدينة، فشبه إعجاز أن أتكلم عن سعد الكعبي في 5 دقائق يا شيخ سلطان. هذا صعب، بس باختصار شديد جدا. وأستعير جزء من كلام نصير، سعد الكعبي من الناس طبعا بحكم العمل مالتي كطبيب وفنان، بس أنا علاقتي بالفنان كان من الأطباء، هم يعرفون كلهم لما كل أصدقائي من الفنانين شعراء ودباء. سعد الكعبي من الناس المتفردين في أخلاقهم، أولا في أخلاقهم إنسان أمين وصادق وشهم وكريم ووفي. ومن الصعب جدا، من الصعب جدا يعني أن تلقي هذا الصفات كلها في إنسان واحد. أنا يعني محظوظ جدا جدا أنه سعدي صديقي، أو حقيقة أكثر من أخ زين. سعدي كامل، سعدي إنسان متفرد كإنسان، وإنسان أيضا متفرد بالفن. لما أقول عن هذا بدون أي مجاملة، هو يعرف كل الزين، سعد يعرف كل الزين. أنا مع يمكن ناس كثير ما يتفقون وياي لأنه أعتقد قليل المجاملة، بس سعدي من الفنانين. إذا تقول لي هسه، تقول لي اختار فنان واحد عراقي، فنان شخص واحد، إذا تقول لي أقول لك سعد الكعبي. فهذا الجواب مالتي باختصار شديد، ولو وتعرف عليه أيضا. شكرا دكتور، شكرا حبيبي. الفكر أستاذ سعدي، نحن تقريبا وصلنا إلى نهاية الحوار. يعني في عندنا أيضا كوكبة من الفنانين هنا، منهم سامية حلبي من نيويورك، ومنهم ندى شبوط أيضا من تكساس، ومنهم أستاذ معتصم الكبيسي أيضا. ففي فنانين كثير، في يعني عدد كبير من الشخصيات الفنية اللي حبوا يشاركونك، في السيدة أفمية رزق طبعا، ففي مجموعة كبيرة من الفنانين والكتاب حبوا يشاركونك في هذه الليلة، في هذه الجولة. يعني مهما سويت أستاذ سعدي ما أقدر أوفيك وتكفي الكلمات، تعجز صراحة كلماتي أنا بشكرك. أنا والأخت غدير كان لنا شرف كبير أن تعاوننا مع بعض في هالأسبوعين 3 اللي فاتوا، علشان نحاول أن نعطيك بعض من حقك يا أستاذ سعدي. حضرتك كبير جداً، وأتمنى إذا في أي كلمة تحب تقولها، أتمنى الأستاذ علي رزيزة هنا بس يبين صورته علشان أخليه يتكلم كلمتين، بس مو محصلة أستاذ علي، لكن تفضل أستاذ سعدي. تحياتي لكل الحاضرين في هذه الندوة، وشكراً لك. في الحقيقة شيء جميل وشيء غير متوقع أن ألتقي بهذه الكوكبة من المثقفين والفنانين اللي كنت أشتاق أشوفهم وأشتاق بعض. مثلاً الدكتور طلال معلة دائماً أنا أواكبه بالفيسبوك وشغلات، وما عندنا غير ذكريات الشارقة،
وهو فنان رائع. ودكتور علاء نفس الشيء، دكتور علاء غني عن التعريف أيضا، وضياء العزاوي يعني. وشكرا لك على هذه المبادرة، يعني الأسماء كثيرة وكلهم قامات وكلهم رائعين، والحمد لله وشكر. تستاهل. أنا راح أعطي دقيقة واحدة للأستاذ الكبير أستاذ علي الرزيزة، وهو أيضا أحد الطلبة. أستاذ علي في دقيقة لو سمحت، لأن الوقت البرنامج انتهى، ولكن تفضل إذا حبيت تقول كلمة في حق أستاذنا ومدرسك في السعودية الأستاذ الكبير سعد الكعبي. تفضل أستاذ علي. أولا مساء الخير وصباح الخير على المساء الجميل والتجمع الرائع هذا اللي حصل، و نشكرك دائماً كقامة فنية في الأمارات العربية والعالم العربي ومجلس التعاون الخليجي. ثانياً ما ننسى فرحتنا الغامرة بوجود أستاذ سعد الكعبي معنا في الرياض، مثل الحلم صارت. ما أتخيل كلمني من صالة فنون عن طريق واحدة تدير الصالة وأرحب باقت وتغير علي الصوت وطلع سعد الكعبي بدون وعي، قلت له لا تتحرك من مكانك. على العموم أيام جميلة جدا قضيتها مع سعد الكعبي مع التربة الفنية، وكانت نقلة حضارية فنية بالنسبة لي من المعاناة اللي عانيتها في سنتين الماضيتين في المعهد في تأسيسي كمتدرب في عالم الفن أو التصوير الفني. أجمل أيام قضيتها مع أستاذي سعد الكعبي، ولا أنسى تواضعه وأخلاقه وفكره ومعرضه في بيت الطين في الرياض، ولقاءاتي في شوارع الرياض القديمة ومحاولة تكريمه، وكان دائماً يقول لي طيب طيب. وآخر مرة قال لي شو بتعزمني عندك لوحات؟ قلت له لا، فصرت أخجل من مقابلته ثاني مرة. على العموم لقائي بكم جميل، ولقاء أسعد الساحة الثقافية العربية والخليجية والعالم كله أجمل. تحياتي لكم، وعلى الرموز اللي كانت موجودة في اللقاء، أسماء معروفة وكبيرة جدا وقامات مهمة في العالم العربي. شكرا مبدع. مرايا براجيل تحتضن قمة الفن العربي. أصيل 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 نجدي أصيل. الحمد لك. لك معزة في القلب يا أستاذ سعدي، الله أكبر عليك. بارك الله فيك. الدكتور بنيابة عن الأخت غدير وعن نفسي، الأخت غدير عندك أي حاجة تقولينها؟ لا والله شكرا سلطان أنك جمعتنا كلنا اليوم. صدقا أنا جدا سعيدة أني أشوف هالوجيه الطيبة، أستاذ محمد رصيص، أستاذ علي الرزيزة، فنانين سعوديين يعني من بلدي، وجدا أعتز أني شفتكم اليوم وحصلت لكم الفرصة تشكرون أستاذكم ومدرسكم الأستاذ القدير سعد الكعبي. أستاذ سعد الكعبي جدا شكورة أنا أنك كنت معنا اليوم، وجدا استمتعنا بالحديث معك. شكرا. شكرا جزيلا سعدي. شكرا. أنا أعتبرك مكان يعني والدي ومكان أستاذي، وأعتبر نفسي مثل يعني من حظ الأستاذ علي ومن حظ الأستاذ محمد أحد طلابك إن شاء الله. شكرا لك، وخلي بالك من نفسك في كاليفورنيا، وإن شاء الله نشوفك هنا في الخليج وفي كاليفورنيا أيضا. تحياتي للجميع وتحياتي لك، وشكرا على هذا البرنامج الجميل. شكرا عمي. شكرا 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 يا عمي. شكرا يا هلا. السلامه.